وفي كلمة أمام المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، قال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشكو إن مصر بذلت كل ما بوسعها لإرسال رسالة سلام وأمن للعالم عبر هذه الاستضافة الكريمة. وأكد باتشكو أن ما يتم تناوله هذا العام بشرم الشيخ من حلول لمختلف القضايا ترتكز على الدور المحوري لشباب البرلمانيين. أود أن أرسل رسالة شكر للسادة ممثلي مجلس النواب المصري، وللسيد رئيس مجلس النواب المصري، ولرئيسة منتدى البرلمان الشبابي، لأنكم أنتم تمثلون الالتزام الأمثل. لم تألوا جهدا في حشد جهودكم وأعمالكم، وأن تقدموا كل ما لديكم حتى ترسلوا رسائل سلام للجميع حتى يأتوا هنا إلى أرض السلام بمصر. شكرا جزيلا على التزاماتكم وعلى جهودكم وعلى حشد جهود فرقكم، لأنه نجاح هذه الفاعلية تمثل المزيد، وهذا أيضا يعد نجاحا لعملكم. لذلك جزيل الشكر على دعوتكم الطيبة. اسمحوا لي أن أقول أيضا أنني أود أن أعبر عن جزيل الشكر لكل شباب البرلمان الممثلين لشتى بقاع الأرض. إنه لفخر أن أكون معكم اليوم، وأيضا وجودكم يعني أنكم تلتزمون وتوفون بتعهداتكم، وأن تعملون معا جنبا إلى جنب لوجد حلول لحل مشاكل التي نواجهها بكوكبنا كوكب الأرض.